سنة، وأيضا اللي عندهم يعني عادات سيئة، اللي قاعد بقى على القهوة عمال يشيش، اللي مش قادر يمشي، اللي عنده مفاصل، اللي مش عارف عامل ايه. اتحركوا، خليك دايما جامد. هنوريك دلوقتي فيديو الراجل الكبير بيطلع وبينط على عقلة عاملة ازاي. الرياضة مش محتاجة امكانيات، محتاجة حاجة واحدة، إرادة. ممكن تلعبها في البيت، في الشارع، في مركز شباب، على الكورنيش. برضو الدولة يا ريت تعمل بعض المتنزهات فيها ألعاب رياضية زي عقلة. فتعال نشوف ده ونكمل. خلي عندك إرادة، هو ده. طبعا يعني في شباب 20 سنة ما رفوش يعملوا كده، ولا 30 ولا 40. زي ما بقول لكم، هي عملية إرادة. أهو شجرتين وحديدة، بس الراجل بيعمل إيه؟ ده اللي إحنا عايزينه في بلدنا وفي شبابنا وفي رجالتنا، إنك تقعد تعطي في العمر. ما شاء الله ربنا يديله الصحة، الراجل ده معدي 80 ولا 90. وأهو مش إمكانيات، هي إمكانيات ذهنية، هي إمكانيات في الإرادة أهو. ولا محتاجة عملية بقى، ولا محتاجة إنك تروح لدكتور ولا كذا. عقله والعب رياضه. طب امشي، طب اجري، بلاش القعده دي وقاعدين عاملين كده تتفرجوا على التلفزيون، حاجه كويسه. امشي. هنشوف النهارده اللي كسب معانا فقره سعاد المصريين. بقول لكم ابعتوا لنا على طارق علام تي في. اسلام كان وزنه قد ايه وبقى ايه؟ نشوف الصوره الاولى لاسلام اللي فاز معانا فقرتنا، نقول له الف مبروك يا اسلام، ده اول لقاء. هو ده. انا اسلام من المنوفيه، كنت بتابع برنامج الاستاذ طارق علام، هو ده، وعرفت اللي فيها حمله عشان السمنه وكده، وبيعملوا عمليات للسمنه، فاشتركت معاهم على اتواصلت معاهم على النت، والحمد لله ربنا يسر الامور، واسمي جه مع المجموعه اللي هتعمل عمليات ان شاء الله. وجيت النهارده كشف ان شاء الله، تجهيز عشان اعرف التحليلات والحاجات ديت، وقابلت الدكتور ونشوف العمليه ان شاء الله. استاذ اسلام من ضمن قافله مصر الخير وبرنامج هو ده، الاستاذ طارق علام جالنا كشفنا عليه، عرفنا ان سنه 40 سنه، عنده سمنه مرضيه مفرطه مخليه مش عارف يشتغل، مش قادر يطلع سلم، مش قادر ياخد نفسه. كشفنا عليه وخدنا التاريخ المرضي بتاعه، وعرفنا ان هو يعني مناسب لعمليه تكميم معده بالمنظار. بنبدا مع بعض ان شاء الله نجهز، نعمل عمليات التحضيريه الاول للعمليه، بان احنا بنعمله التحاليل والفحوصات اللي بنطمن بيها على جسمه كله. بعد ما بنخلص كل التحاليل والاجراءات بنبدا نجهزه للعمليه ان شاء الله. يعني طبعا من ضمن القافله بتاعت مصر الخير، مؤسسه مصر الخير والاستاذ طارق علام، ربنا يجازيهم خير طبعا عن كل اللي بيعملوه، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. مبروك لاسلام. 200 كيلو، ايه اللي وصلك تبقى 200 كيلو كده؟ ما تحاول يعني قبليها. قابلت احد الاطباء قال لي، الدكتور حسام موافي كان ضيفنا من عده حلقات، لك بعد العمليه بشهر بيقعد لمده شهر ياخد سوائل. لو انت خدت سوائل من غير عمليه لمده شهر هتخس 40 كيلو 30 كيلو، ما تعمله كده. طب نشوف اسلام وهو داخل العمليات، نقول له مبروك وبعته لنا طارق علام تي في. لو وزنك فوق ال 180 190
بل انا سمعت عندهم 80 كيلو 90 كيلو. طب ال 200 نعمل فيها ايه؟ تعال نشوف اسلام هو ده. النهارده جاي اعمل عمليه التجميل مع الدكتور محمد تاج الدين، وكنت قدمت مع الاستاذ طارق علام عشان الحمل بتاع السمنه وكده، والحمد لله والنهارده بعمل العمليه، وبشكر مؤسسه مصر الخير وبشكر برنامج الاستاذ طارق علام. انا حاسس ان اسلام الخض خس قبل ما يخش العمليه، ولا يا اسلام؟ اهلا بيك وكل سنه وانت طيب، والف مبروك اتمام العمليه وحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك استاذ طارق. اعتقد انت عملت معاها عمليه تانية، ما كانتش بس التخسيس، في حاجه تانية عملتها شيل زايد او حاجه كده؟ لا المراره. المراره؟ ايوه المراره. طب كويس، مفيش حاجه ثالثه شلتها؟ والله بقى الدكتور انا قلت له اللي انت عايز تشوفه واللي تلاقيه لاقيه شيله بقى براحتك. طمني عليك دلوقتي، هل خسيت ولا لسه انت يعني بقى لك ايام طالع من المستشفى يعني؟ أنا بقى لي فترة بسيطة لسه يعني 10 15 يوم طالع من العملية، بس الحمد لله في فرق، بتحرك حاسس بفرق في الحركة وأحسن إن شاء الله، واللي جاي أحسن بأمر الله. عاوزك تبقى 75 كيلو، يعني هتخس 125 كيلو ممكن؟ طب ولو بقيت 60 كيلو؟ أديك جايزة من برنامج يا عم قدام المشاهدين أهو، ليك عندي هدية. أقول لك الهدية إيه؟ بنطلونين وقميصين وجنيه ذهب. يا ريت بقى بنكمل الطعم بقى يعني. بدلة. مبروك. انا سامع زغروطه، ناس زغراتك كده. لا لا ده عيد طبعا، هو كلنا فرحانين طبعا وفي تغيير طبعا وكل حاجه، بس الحمد لله على كل شيء، وبشكرك وبشكر البرنامج وبشكر الدكتور محمد وكل اللي مسؤولين عن البرنامج وكل حاجه. واضح طبعا الصور قبل العمليه. اسلام ما كانش فيه بقى تنفس ولا قادر تمشي ولا نهجان وبتاع، كل ده ابتدى يختفي وتلاشى يعني. ان شاء الله بامر الله، بس برضو يعني احنا كمصريين بنتعامل مع اللي هم السمنه او التخان حاجه تانية خالص غير الناس العاديه يعني. ليه يا عم؟ هم بشر زي الفل يا عم، ده في ناس ما بتحبش الا الناس السمينه يعني. لا والله يا استاذ طارق، والله يعني كانت من ضمن الاسباب كانت مأثره على نفسيتي فعلا، لان معامله الناس بتختلف بين البني ادم التخين او البني ادم اللي عنده سمنه مع البني ادم العادي. يا عم ده في اغنيه سعاد حسني يا واديه تخين، فاكرها؟ هي عملت يا واديه تقيل وبعد كده قالت يا واديه تخين. وهي كانت مع قصدها لي انا بقى، بس غيرت رايها في الاخر. اسلام نقول لك الف مبروك، وابعتوا لنا عشان نكمل معاكم الحلم على طارق علام تي في، برنامج هو ده، نكمل معاكم الاحلام. مبروك لاسلام ونشوف بيت احلامنا. فقرتنا اللي جايه فقره صعبه. شكرا. شكرا ليك يا اسلام.